السلام عليكم، اهلا بيكم في مامي فود. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مشروب الكاكاو الساخن او مشروب الشوكولاته الساخن. مشروب تحفه في منتهى الجمال وغني جدا بعناصر غذائيه عاليه جدا، واجمل حاجه فيه ان هو بيمد ولادنا بالطاقه. يا ريت نشوف المشروب مع بعض ونعمله، المقادير سهله وبسيطه جدا. يلا بينا نشوف مع بعض الطريقه والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مشروب الكاكاو الساخن. المشروب ده جميل جدا والاطفال الكبار بيحبوه جدا، واحنا طبعا دلوقتي في ايام امتحانات وحابين ان احنا نقدم لاولادنا حاجه تديهم طاقه ومشروبات تدفيهم. في يعني ان شاء الله هنعمل مع بعض مقادير تناسب الجميع باذن الله وتبقى سهله وظريفه. وكنا قبل كده قدمنا مع بعض مشروب السحلب، كان جميل جدا وكانت مقاديره بسيطه جدا. وكانت المقادير دي انا ما حبيتش ان انا اضيف فيها دقيق الرز، لان دي الرز للاسف يعني بيدي سمك زياده عن اللزوم للمشروب، وكمان يعني لحد ما سعره مرتفع شويه، كيلو في حدود 18 او 19 جنيه. فاللي حابب ان هو يزود دي رز اوكي، بس هو هيدي سماكه زياده شويه للمشروب. لو حابين انتوا تضيفوه يعني يا ريت تكون على الكوبايه مثلا في حدود ربع معلقه كده او نص معلقه شاي بسيطه للي حابب، لكن انا شايفه ان هو من غير دي الرز يعني قوامه بيبقى ظريف جدا. ما علينا، ان شاء الله احنا بقى نسيب برضو بعد ما نقول مقادير ونخلص الفيديو بتاعنا، هسيب لكم في صندوق الوصف مع المقادير هسيب برضو اللينك بتاع السحلب عشان اللي حابب ان هو يرجع له تاني. بالنسبه لمقاديرنا النهارده بسيطه جدا. عندي 3 كوبايات من اللبن، عندي معلقه صغيره من النشا البودر، معايا 3 معالق صغيرين ما هي معالق الشاي، سكر او حسب الرغبه طبعا، السكر ده بيرجع للذوق الشخصي. عندي 3 معالق كمان من الكريم شانتيه باودر الخام، معايا قطعه من الشوكولاته دي علشان خاطر هزود بيها الطعم وتعززهولي، وكمان عندي قطعه تانية دي للجرنش ان شاء الله، ومعايا 3 معالق من الكاكاو الخام الباودر، 3 معالق صغيرين يعني لكل كوبايه معلقه صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3، وكمان حابه ان انا اضيف مكون غريب شويه لكن هو بيعزز لي الطعم وبيديني بيعزز الطعم والنكهه بتاعه الشوكولاته، ان هو رشه صغيره جدا من الملح، دي بتعزز الطعم جدا بتاع اي حاجه يكون داخلها شوكولاته، لما ادينا رشه ملح بتعزز الطعم والنكهه بتاعتها. تمام، احنا دلوقتي حطينا الثلاث معالق صغيرين الكاكاو الخام على 3 كوبايات من اللبن، معايا 3 معالق سكر ده للتحليه وحسب الرغبه، اللي حابب ان هو يزود عن السكر يزود، بمعنى ان كل كوبايه انا عاملاها او كل مج معياري انا عاملاه من اللبن بديله معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من الكاكاو الخام، وفي حدود ربع معلقه من النشا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا في الاجمالي عامله معلقه صغيره للثلاث كوبايات او للثلاث مجات. تمام، عندي 3 معالق من الكريم شانتيه الباودر الخام، واللي حابب ان هو يزود السكر عن اللي انا قلت عليه على فكره يا جماعه يزود، لان الحاجات دي اذواق والاكل والشرب اذواق. يعني انا دلوقتي هروح على النار هقلب الاول على البارد الكمية اللي عندي دي، هقلبها على البارد الاول بعد كده هرفعها على النار وهنشوف المرحلة اللي جاية ايه مع بعض. بس هروح دلوقتي عند البوتاجاز علشان نكمل الخطوة اللي جاية مع بعض. دلوقتي انا رافعة المقدار بتاعي على النار، هفضل اقلب لغاية لما اوصل لمرحلة الغليان. هنحاول نقلب كده واحدة واحدة على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما دوبت كل اللي عندي هبدأ انزل بمكعب الكاكاو الشوكولاتة الخام الشوكولاتة ثلاثة بار.
واللي حابب يضيف شوكولاته هي الميلك شوكليت دي شوكولاته اللبن، مفيش مشاكل، اوكي عادي خالص. بس هي طعم الشوكولاته عموما يعني لما بحطها بتبرز لي طعم، لما بحط الشوكولاته بتبرز لي طعم الكاكاو اكتر، وتديني طعم الشوكولاته بيبقى ميال للشوكولاته اكتر يعني، وبتعززه. هفضل بقى ادور كده لغايه اما اوصل لمرحله الغليان، عندها هوقف خالص وبقى كده وصلت للمنتج اللي انا عاوزاه. هفضل اقلب اقلب لغايه اما اوصل لدرجه الغليان. هو مع التقليب كمان هلاحظ ان هو زي اللبن بالظبط، طبعا هو عباره عن لبن وكاكاو وشوكولاته، فهنبص نلاقي ان هيتكون لي وش كده ورغوه، هيبدا يفور زي ما بقى كاني بغلي لبن بالظبط. المرحله دي انا بقى هطفيه على النار لما اوصل لها، وبعد كده هبدا ان انا اقدم المشروب بتاعي. هنشوف بقى شكل التقديم بتاعنا ايه، والجرنش اللي عندنا ان شاء الله هيكون شكله ايه. هو بدا يغلي كده من الجناب، لو نلاحظ بدا يغلي من الجناب، هيبدا يغلي شويه ويرتفع كاني بغلي لبن بالظبط. خلاص بقى انا كده هطفي النار عشان اروح اقدم المشروب بتاعي. وهبدأ اكمل المشروب بتاعي، بحاول انا احطه في حاجة كده ليها موز علشان خاطر تديني ما تبهدليش الدنيا وينزل مظبوط. هبدأ بقى اعمله الجرنش بتاعه ونشوف شكله النهائي ايه في التقديم. وحطيت في كل فنجان روزيتا كده من الكريم شانتيه، وبعدين هبدأ انزل بشر من شوكولاتة الخام. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الشكل النهائي بتاع مشروب الكاكاو بتاعنا، مشروب الساخن بتاع الكاكاو. يا ريت تكون الطريقه عجبتكم، والمقادير ان شاء الله تكون بسيطه بالنسبه لحضراتكم. نحاول ان احنا نجرب، لان ده مشروب جميل جدا وغني جدا وبيمدنا بالطاقه، ودي فرصه ان احنا نقدم لاولادنا ايام المذاكره والامتحانات حاجه تنفعهم وحاجه تغذيهم، وطبعا كمان تدفيهم في نفس الوقت ان احنا في جو برد وشتاء. اقول لكم ان شاء الله يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. يعجبوا الفيديو بتاعي يا ريت لايك وشير، ولو حابين ان انتم تشتركوا في القناه يا ريت تشرفوني وتنوروني، تضغطوا على زر الاشتراك علشان يظهر لكم الجرس وتفعلوه ويصلكم كل جديد من فيديوهاتنا بإذن الله. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.